مساء الخير، مساء المحبة، سعادة، أمل، تفاؤل على كل من يشاهدنا. تحياتي لكم، حلقة جديدة، حلقة إن شاء الله تكون مميزة، حلقة مختلفة. ضيفي فنان كبير مهم جدا، ملحن خطير، موسيقار، الكوت زاهير. مساء الورد، نورتنا. مساء الورد، شكرا، الله يخليك يا نزار. صار زمان ما شفتك وأنا فرحان جدا بهذا اللقاء معك. الموسيقار الكردي الشهير، شكرا، الكوت زاهير. شكرا، أنت ماركة جميلة بالفن. شكرا. هنا في إقليم كردستان. أم كاتب باش ما مصا؟ إيه وريتو باش كاك نزار قالك سباس سباس بو أو مقدمة جوانا. لسر من خوش حالم كأمروك وكسايتيك هميشا ببراندك ناو دبريم أمرو لبواري موزيك لكردستان شان أزيد كم بأكي كتيدا أيشو ماما صا ريزو احترامت هيا تو برادر مي وأظاني من زور زور توم خوشوي أكيد إيستا شون برنامك شون استاروا من تو برادر مي نطوان محراجتك إيستا شبكي ماما صدي والله تو بلكي مشكلتو دائما انا لموكو اشتكي خوتو ديتناو من جوجرام ما مصا وصف منك وصف من شي نزار فارس تشي نزار دي. فارس ميروليك اراما ميروليك اراما بارامي فقيري ديت لدواي بيت عقربك خطر يعني تكتدات ما مصا من عقرب لنا بروجرام لشخصيتي درونا لشخصيتي درو زور جواني مروبي زور شيرين زور مخوش ريكو بيك بس لنا بروجرام ستايلك هي الا ده بيز جد روسكي عبي صدق يعني من ياد ما حاسه لاسبجينيا من بخراستي من خوش بوام با اجا بروجرام ايش هيك نكي كاركي ونركي دنگ دانوي نبي زور بيغمان بيدوا ايش نكدوا بلان دائما تكنيكه كت هي لا هيك كس ناتشي طبعا هو لايما باشا بوزيتيفا من يعني هيك كس ناتشو لا كس ناتشي لنزار فارس تشي بس خوت ستايلك كت هي زور بارامي دسبيدكي كسكي ميوانا كت اخيت نوع حلقيه كوا خو اخواتي توقيت طواب درباز براكبه تحياتي لك يسلم علي يسلم على المشاهدين شكرا يقول سعيد بهالمقابله يقول نزال فارس اللي يشوفك انت حالك حال النمله بعدين تقضب علينا تصير عقرب تخلينا في دائره ونتمنى تخلص اللقاء وتطلع دائره لا ان شاء الله نكون وياك اليوم مو عقرب لطيف راح اكون ان شاء الله وياك لطيف لطيف شكرا نورت وشرفت شكرا. ملحن كردي شكرا. مهم في اقليم كردستان انت ماركة جميلة حقيقية شكرا. انت كلش مشهور هنا في شكرا. الاقليم مسوي ضجة انا احب الرجل اللي عامل ضجة شكرا انت ضجة مسوي هنا هو دايما اربيل اي شخص باي مجال أي. لو تكون يعني مختلف لازم دايما اعماله تعطي ضجة كبيرة بحيث انه ما موجود لا هذا ستايل لا هذا الشغل لا هذا النوعية بالنسبة لاختصاصي كموسيقى نعم. هيك وأنا دائما يعني يعني فكرت يعني لما بلشت بشغل ما حبيت أشبه حدا بالفن حلو. بالموسيقى إلا حلو أشبه حلو. نفسي هالكوت تشبه نفسك بس هالكوت زاهر جميل وبهذا كونت نفسي أنا الحمد لله أيه. وصلت لآخر مراحل اشتغلت مع أكبر عمالقة الفن الكردي وفن العربي وحتى اللغات الأخرى مثل التركي إيراني جايك بيها لا تحرق الأسئلة كلها جايك بيها أنت على ما أعتقد أنت من السليمانية من سليمانية تولدت بسليمانية خلكي سليمانية تمام وسطى خلكي سليمانية من دايكم كردة توزاني دايكم كردة طالبانية بيقومان دزان دايكم كردة طالبانية سليماني شاري وشمبيري وشاري ثقافة بيقومان ويستهوليري شاركي اي تشون برلا روشمبيريات برلا جواني برلا داهينان برلا جوانا كان شاري زاخو دوهوك كركوك همي هالوكي كان وهم شاركاني عراق بيقوم اكيد 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 نورت انت انا حب السليماني اكيد واعشق مدينة اربيل طبعا اكيد انت سافرت ب96 الى المانيا صح تبحث هناك عن الموسيقى تطور موسيقتك تريد درست الموسيقى ايش ضافت لك الثقافه الالمانيه تجربتك في المانيا هناك ايش ضافت لك انت اليوم ملحن من القوميه الكرديه صح نعم. انت رايح المانيا ايش تسوي هناك اوكي انا درست الموسيقى فيلم موسيقى جرافيك أي؟ لما تشوف المحطات الاخباريه مثل جي. رودا وكردستان تي في زاغروس حتى العربية حتى في محطات الثانية ممكن أنا ما أكلم فيها كتير
الموسيقى ايدنتيتي رئيس الأخبارية هو مالي، ألفت أكثر من لقناة روداو الموسيقى الرئيسية لقناة روداو إليك، كل التايتل كل البرامج الأخرى كمان من روداو وكردستان تي في وزاغروس، ثلاثة محطات من كردستان إليك. وكمان كتير عملت الموسيقى الايدنتيتي يعني الرمز لرمضان لقناة العربية، لقناة التين المصري، لبعض القنوات مشتغل لهم، اشتغلت بكثير قنوات. حاولت تعمل تلاقح ما بين الموسيقى الكردية والموسيقى الألمانية، شوي أخذت معتهم من ثقافتهم من روحيتهم؟ أكيد، لأنه هذا الموسيقى لما تتعامل للمحطة، محطة إخبارية، محطة سياسية، ده مختلف مع تلحين الأغاني وتتعامل أكيد. مع كلمات، لا هناك موهبة مع علم، الاثنين مع بعض تتوافق بحيث تطلع بأقل وقت. مثلا في موسيقى لروداو سويتها 12 ثانية، لازم انت تعطي المضمون، مضمون الفكري والواقعي حلو. وعندك بصمة شو بتلحين، عندي لازم بتأليف الموسيقى كمان عندك بصمة، لما تسمع النكهة الأخيرة تحس هذا محطة فلان حلو. وهذا من أعمالي. انت هنا بإقليم كردستان جدا مشهور، منو أشهر منك بأربيل أو كأقليم الصراحة بموسيقى بالتلحين؟ لا ما في، يعني أنت أشهر واحد بإقليم كردستان؟ طبعا على صعيد حتى بالصعيد العراق كمان، لأنه ممكن شي بكرديته أشهر شون بكرديته؟ لأن ناس راوتر، ناس راوترين كسايتي أتويت؟ حتى لإقليم كردستان تويت؟ أكيد تويت نمبر ون؟ نمبر 2 شيء اقلت نمبر 2 شيء ما عندي ما لي علاقه بالنمبر 2 نمبر 3 كلهم في انت نمبر 1 بالاقليم. هو اسمي كأعمالي وتاريخي بيعطيني هذا، يعني انت لما اطفال بالشوارع بتشوفوني بيقولون استاذ هالكود زاير، ما مصطفى هالكود، ما مصطفى، كله بيسمون مصطفى هالكود. بس سؤال، نعم، انت عليك ضجه لغط لغط يعني شلون بالكردي ما افهم شنو يعني لغط، ضجه كلام عليك كثير هنا بالاقليم. اذا انت موجود، اذا انت موجود عندك اعمال اكيد عليك الضجه، اذا انت تقعد بالبيت في حد بيكلم عليك اكيد لا، اكيد لا. اذا انت قاعد بالبيت، هلا نزار الفارس راحت لمصر عمل المقابلات واللقاء، عملت ضجه كبيره، ليش حدا تاني ما بيعمل؟ ليش مو عندهم اسم هيك؟ خلي انا اخليك بنفس الدائره اللي انت تحطيني بدائره. ليش الاخرين مع احترامي وحبي لهم ما بيعملون؟ ايه هالكوت كمان هالكوت ظاهر اكيد اسم مميز. ماركة وبراند بالمجال الموسيقى، واللي انا وصلت بالصعيد العراق انا اكلم مش بالكردستان ولا ملحنين يوصلون جايك. انت كرموك بمصر الامم المتحدة مؤخرا شهر واحد تجاوزت 1500 او 2500 لحن رسميا مكتوبة بالسيسم الفرنسي. لازم 2500 لحن، انت مش انت تجيب من جيبك تطلع تقول انا صاحب 1000 لحن او 2000 لحن، ما يصير، لازم تكون موجوده بسيستم المؤلفين العالمي. يعني انت عندك مكتوبة. 2500 لحن عبرت اكثر هلا حاليا شهر الواحد كرموني الامم المتحده، عملوا احتفال حلو، وكمان اخر اعمال لفنان الراحل العملاقه سندريلا شاشه العربيه سعاد حسني كان اخر لحن من لك. خلينا نشوف مخرجنا ان شاء الله، مخرجنا الجميل كاكوفان، إذا تسعفنا بأغنية لسعاد حسني. فاكر ولا ناكر؟ فاكر ولا ناكر؟ أي حريد نسمعها حتى تجهزنا إياها. أي كانت آخر عمل اتعملت مع سعاد حسني؟ طبعا لحنت لسعاد حسني. خلي المشاهد يفهم، الملحن الكردي هالكود زاهير من إقليم كردستان لحن لسندريلا شاشة العربية سعاد حسني. وعشت معاها فترة أخيرة بلندن، بلندن فترة بلندن بلندن كان كنت معها بلندن، كل شهرين مرة أكون بلندن. هاي صدمة للشارع اليوم اللي سمعنا، للشارع العراقي إنه ملحن هنا في إقليم كردستان يلحن لسعاد حسني. أكيد ولحنت لأخريات كمان للفنانين الكبار. أعطينا فاصل. رجعنا لكم من بعد الفاصل، رح ناخذ الأغنية اللي لحنها الملحن هالكود زاهير لسعاد حسني، يعني من العراق، شخص تحديدا من إقليم كردستان،
الى حل سعاد حسني اغنيه هاي شلون؟ خلينا نشوف، لازم نشوفها. نعم. ان كنت فاكر قول، وان كنت ناكر قول، ان كنت فاكر قول، وان كنت ناكر قول، جاوب اوام على طول، ولا انت يمكن 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 مش مفاكر. ما شاء الله، الاسم مكتوب هالكوز زاهير. صلاح جاي. كلمات صلاح جاي. صلاح جاي وتوزيع يحيى المنجي. حلوة. كانت أجمل امرأة على الإطلاق. هي أجمل امرأة. إن كنت فاكر قول، وإن كنت ناكر قول، إن كنت فاكر قول، الله. إن كنت ناكر قول. عافية عافية عافية. كاكوفان الذهب. يمكن 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 مش مفاكر. فاكر لما كنا في بوزن بالوي، مناظر شكويزن بالوي، قاتل ناشر لي تنبل، وصاحبنا مع العساكر. هاي آخر أغنية لها. فاكر وما نكر. فاكر لما كنا في بوزن بالوي، عملت عمل أخ معها. نعم. سجلت حوالي أكثر من 6 ساعات قصائد صلاح جاهين، أداء الشعر. هاي الأغنية من ألحانك، من ألحان سعاد حسني الله يرحمها. نعم. وكلمات صلاح جاهين، شاعر الكبير صلاح جاهين، وتوزيع يحيى الموجي. هذا كان فترة لندن، كنت أعمل معها بروفات، لأنه كان 3 أغاني حضرت لها. نعم. يعني أنت آخر ملحن تعامل مع سعاد حسني الله يرحمه. أكيد أكيد. آخر ملحن أنت. أكيد أكيد. وشين شعورك من تذكر؟ يعني هي أنا بالنسبة لي قدوة الأولى بالفن. هي نمبر 1 عندي بكل مقاييس. يعني هي فنانة عظيمة، فنانة ذكية، موسيقية جدا وحساسه، وسبحان على خلق الجمال. سبحان اللي خلق اكيد سعاد حسني الله يرحمها. انت بما انه انت الملحن الوحيد اللي تعاملت مع سعاد حسني ولحنت لها اخر عمل لها اللي شاهدناه قبل شويه، ارجع اسالك السؤال مره ثانيه، هل لا زلت تقول ان سعاد حسني قتلت ما انتحرت؟ سعاد حسني 100% قتلت أنا الشخص الوحيد اللي حضرتها ما تكتب، ما تعمل وما تحكي بالموضوع مذكراتها. يعني أنت نصحت سعاد حسني لا تكتب مذكراتها، لا تكتب مذكراتها حكتلوها. تكتب مذكراتك بس ما تتكلم فيها حاليا، مش هذا الوقت مناسب. يعني أنت نصحتها؟ أكيد، لأنه حددنا. ليش نصحتها؟ شنو السبب؟ ليش نصحتها؟ لأنه ما كان بهذا الظروف اللي هي كانت موجودة بلندن، يعني تقدر ترجع على المصر، مش 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 مناسب الوقت، مش مناسب الوقت. احنا خططنا تشارك هي بافلام عالميه، يعني سافرت انا واستاذ علي بدر خان لامريكا مع فنان الكبير ميل جيبسون، كان في فيلم تاريخي وكانت هي ضمن الستاف الفيلم، يعني كنت تشارك فيها. نعم. يعني انا رايي ترجع للمصر وتبدا بنشاطات بدون ما تكتب الفنية. مذكرات في وقت اللي كانت المناسب تتكلم عن مذكرات. هل صح هي من اصول كرديه؟ هي من اصول كرديه. سعاد حسني؟ نعم. ابوها من كانت من سوريا، خطاط الشهير محمد حسني البابا، سافر على القاهره. نعم. هو اللي كان يكتب على مكه الشريف القران الكريم. نعم. وبعدين عاش هناك وتزوجت بمصر وتولدت ب 1966، أخذ الجنسية المصرية. لغاية 66 ما كانش عنده جنسية مصرية. أها ما شاء الله. معلوماتك حلوة على طبعاً السندري طبعاً الشاشة العربية. طبعاً حسني الإشاء القادم أجمل. أنا على ارتباط بعائلتها، أختها سيدة جنجاء عبد المنعم وسيدة جيهان عبد المنعم وابن أخت محمد على تواصل يوميا. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله، الله يديم المحبة. شكرا. والله يديم التواصل. أكيد تعاملت مع مطربين عرب أكثر، تعاملت مع سيدة سميرة مياد. سعيد، تعاملت مع مياد الحناوي،
تعرفت مع الفنان المصري علي الحجار، فضل شاكر كمان، فضل شاكر. نعم. في كثير، في كثير. شوف السؤال، ليش عملت اياهم؟ شلون؟ ليش؟ طبعا جابك عليهم. طبعا الاجابه انا كان عندي طموح ولا زال عندي طموح، رغم انا وصلت لكثير مراحل. بس طبعا دائما بدائره اللي اشتغل والحن فيها حبيت اكبر دائره على مستوى الكردستان. نعم. للعراق، لبلاد العربية، لبنان، مغرب، تونس، جزائر، ما في بلد العربي فنانين. نعم. موجودة أنا ما لحنت لهم، مصر، تونس، مغرب، جزائر، ما شاء الله، لبنان، سوريا. تعاملت مع أغلبية الفنانين العرب. ما شاء الله. مع من ارتحت بالتعامل؟ مع من؟ والله كلهم. أكثر 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 فنان عربي ارتحت بالتعامل معه. سميرة سعيد. سميرة سعيد. سيدة سميرة سعيد أبعث التحية. كمان مياد الحناوي. لو اثنين طبعا غير سعاد حسني أكيد. نعم. وفنان علي حجار، يعني بالطبيعة وبأسلوبهم وبطاقة اللي تعطيك بستوديو وبالتعامل كان على آخر درجة الممتاز. تعاملت مع سيدة وردة كمان ممتازة جدا. نعم. والأخريات وآخرين كلهم. نحسك أنت بس تتعامل ويا العنصر النسوي، ما مصطلح ليش الكوت زاهر، بس تتعامل حسك بس ويا النسوان. لا أنا لحنت كتير للمطربين. تعامل مع النساء أسهل من الرجال؟ أصعب. أصعب؟ أصعب. رجال أسهل بكتير. ليش؟ ولكن دايما الظاهر أنت تحب الصعب. لا تعرف مشكلة. شوف مشكلة، دايما عنصر النسائي تبين عمل أكثر، هذا صراحة يعني. هذا نقطة أكون صريح معك، يخلوك تبدع أكثر. النساء تحب تبدع أكثر بالشغل معهم، النسوان اللي يخلوك تبدع أكثر. يجوز يجوز، ولكن كمان إذا عندك صوت حلو بالرجال كمان أكيد أكيد. أسألك سؤال تجاوبني بصراحة، من أجمل، من أجمل صوت كردي بإقليم كردستان من عنصر النسوي؟ من أجمل مطربة كردية عندكم بإقليم كردستان؟ لا تقولي ليلى فريقي، تحياتي لها. ليلى فريقي. غيرها غيرها. ليش تقول من هي أجمل؟ من الـ من الـ من الشابات. فهمت سؤالي؟ من الشابات من أجمل صوت كردي؟ في باخان بس تركت هي كمان. باخان كمان من أروع أصوات. من الشابات من؟ والله موجودين، حتى في تارا رسول. تارا رسول من أصوات راقية جدا وحساسة جدا. برواز حسين. برواز حسين أبعته تحية خاص إلها. أنا برواز حسين أحترمها جدا، فنانة محترمة. نعم. سيدة راقية جدا وصاحب صوت، صوت جميل وإحساس جدا. وأتمنى برواز إحنا كلش نحبها. أنا كمان. وكانت في مهرجان الأخير موجود في بغداد. طبعاً. ليش ما رحت مع برواز؟ والله حسب. بعثوا لك دعوة؟ حسب أنا كان مشغول باحتفال آخر عندي، بكذا احتفالات بهذا الفترة ومشغول عليها عشان هيك. بس طبعاً هنيت البرواز خان أكيد، ده افتخار إلنا، وهي سيدة عظيمة جداً. وكمان في دينا صوتها حلوة، في لوكا زاهر صوتها حلوة، يعني في إلايدا متين من جيل جديد صوتها حلوة، وعندي وجوه جديدة كمان إن شاء الله تبين. بس عنا تشوبي فتح. تشوبي فتح واحدة من أصوات قوية. كتار آلان عمر، سيريل فتح. الأجمل انطيني واحدة بس، أجمل صوت من؟ باخان. ليش مو دينا؟ لا في فرق بين ستايل دينا وستايل باخان. كإمكانيات تختلف، كل حدا يتغني بستايل معين. كلهم أنا جبت حلوات، ودينا مطربة ناجحة، مطربة مجتهدة جدا. وبعزة جدا أنا. ما مصلح. نعم. تسير منك دينا لشويا. دينا موجود. أمي بظالم. دينا لشويا جاران 24 ساعة دينا القلتايا، بيستشوار سعد جاران دينا القلتايا. دينا استدينا. دينا روي. دينا دينا شوية. دينا تظل من حزم لدينا يزور.
توزاني من زور زعاني احترم دينه احب دينه. اكل اتكلم بالكردي ولا بالعربي؟ اتكلم بالعربي بالكردي. دينه وين؟ ليش دينه مو وياك؟ ليش بتعتب عن بعض؟ اوكي دينه طبعا اكو واحد يبتعد عن هذا الجمال كله. شوفه دينه دينه الرقيقه الحساسه الصوت الجميل. دينه يا ظالم خوش كيتشكي زور باش ونر مندكي زور باش وزور خوش ويست للايمن وهر خوش ويست شوية دينا لقل شركتي كتر عقدي كردو مش حقي خويتي كان صالك جار هل لقل توبو يستعقدي كرد وحقي خويتي برمتان خوارد هدوكتان ايام البرما نسيتوها ايام الشيريني. شوف كاك النزام كل شغل فيها حد وتاريخ معين يعني. بس انا حس دينا زعلانة منك. لا احساس لا 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 حس كم دينا عاجز بولي. لا 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 ما في زعل ولا شيء. اي لا لا اكيد لا هيج عاجز دين ليك وكسيكي زور بريزا زور خوشي سلايمن استعقدي كردوا عقدي كردوا وحق خويتي اجي ازاني شو توقر عقد كسيك عقدك يبو بيتشو بيتبيشو من نتوان شو وقت اخر مره شفتها كي اخر جاتو دينا ديني دينا ما ويك بيشستا بينك تجوك عقد كردبو قراني كي حاضر كردو ولا قال شريكك هناك خو عقد كردو بو بولاي بولاد بوستو جاك سنابك كان لك هناي بولاي من قرانيك تسوي سنابات تسوي انت ودينا قبل كنتو هسه وينها وين ولا مسوي عقد؟ هي صح ديني مسوي عقد ويا شريكه بس ليش مبتعد عنك؟ لا مو موضوع مشغوله هي فيها عقد ما مصلع مشغوله شنو هي مشغوله مش موجوده على طول باربيل ممكن هي عندها شغل تواجد لا موجوده باربيل بالبغداد ومشغولة على شغلها يعني بس هي تظل دينا عزيزة على قلبي وهي إنسانة احنا عزيزة على قلبنا إنسانة عزيزة على قلب كل العراقيين إنسانة وفية إنسانة محترمة ايه؟ جدا نشاهد شيء لدينا مخرجنا أنا موت على دينا من دينا بخوش يا ويش كلنا نحبينا كلنا نحبينا أين دينا دينا هاي الغنية من الحانك طبعا من الحانك نكهة الأغنية الكردية يا سلام يا دينا لا إن شاء الله ما لا شيء يضرب اليوتيوب لا لا أعطينا الحقوق دينا ورا في ريام كو نزال لكم ممكن كاكا دينا خوش يسأل أيضا هل كيد يلا يحروا يا هل كيد يلا يحروا اي اوكي اشير قلوا ايش اوكي اسلام من اتنجيوة ناوي دينة نسيوة طلق رجعنا خلينا نشوف شنو الموضوع. لبازاري قيصري جودك جوارد كريوة اتر يعني ناوي ديناي للسراء الله تبي جو ايش تعمل لنا ديوان سوى ما تكر دوار حلو كلام حلو كلام حلو بعد تحياتي لشاعر الأغنية فنان قادر أسعد تحياتي له دينا صوت جميل محترمة جدا أنا جدا أحبها أحترمها أحترم فنها أحترم السيرة اللي قدمتها شكل جميل صوت جميل كاريزما حضور مثقفة أتمنى تكون هي بخير دائما إن شاء الله دائما تكون بخير عمل العقد يا رب يوفقها بالعقد يوفقها إن شاء الله أشوفها تغني أغاني عربية طبعا تكسر الدنيا بالأغاني العربية مثل ما هي تكسر الدنيا بالأغاني الكردية هي موهبة دينا زور جوانا وريكوبيكا وريكوبيكا جوانا أكيد أوكي. هي موهبة هي أكيد. صوت حلو تملك صوت حلو جميلة وسيدة طيبة جدا تحياتنا جدا. قلبة طيبة أتمنى له خير دايما نجاح إلي نجاح زين. هاي الأغنية عليها مقام عجم ها اسم عجم أنا ما أفهم اسم العجم نعم حلوة لحنها جميل أظن تكون دبكة قريبة على الدبكة دبكة الكردية دبكة الكردية ستايل دبكة الكردية ستايل دبكة الكردية وستايل أكيد جميل ولبسكم كذلك جميل أي لبس الكردي كتير اللبس حلو اللبس الكردي كتير حلو كتير حلو
انواع عديد انواع المقامات بالموسيقى الكرديه لو نفس عندنا بالموسيقى العربيه نفس هو موجود نفس موجود كل المقامات مثلا عندك بيات عندك عجم عندك سيجا عندك حجاز حجاز كار عندك مثلا عندك هزام عندك يعني في كثير يا مقام ولكن قلبك. في بعض الاشياء مربوطه بينا في خوكر في سفر تقريبا هذا روح طابع الكردي وفي جزء من إيران تستعملون هذا المقام في دشت كمان موجودة بالكرد بإيران وعراقي شنو القريب على قلبك؟ مقام؟ أي أكثر مقام بيات والكرد هذا المقامين أحب أكثر من كل مقاماته بمرحلة ثالثة طبعا راس هم ثلاثة أكثر شيء ولكن اللي أكثر قريب راس علي يعني راس يعني قبل راس يعني قبل راس يعني قبل بس اكثر شيء انا بحب بيات الراس بيات والكرد هما الاثنين اكثر شيء اكثر ملحن عراقي تحب تتابع انت والله اتابع اعمالهم بشكل عام علي بدر نصر البدر استاذين يعني وكمان علي صابر هم ثلاثه اسماء كبار الحانهم كثير حلوه زين زين اقرب ملحن عراقي على قلبك انت هنا في اقليم كردستان ملحن كردي لك اسم كبير جدا معروف بس من اخواننا العرب اسم واحد بس بالعراق ولا عرب لا بالعراق اسم واحد بس تحسه مبدع واحد والله بين نصرة البدر وعلي بدر بين نصرة البدر وعلي بدر يعني عندهم تفكير مختلف دائما عندهم روح مختلف علي بدر بحبه كتير يعني ألحانه قريبة جدا على قلبي بصراحة جدا وملحن مبدع مبدع وذكي ذكي يعني عنده نفس جديد دايما كل ما تسمع حلو. يفاجئك بشيء جديد فيها علي بدر ايه أنا محب علي بدر كتير أعماله ونصر بدر كمان من أعمال ناجحة طب طبعا علي صابر ليش استبعدته شوية حسيت لا ما بعدته ولكن ألحانة حلوة جدا كمان ناجح هو من ناجحين جدا جدا ناجح زين ممكن مطربين ممكن مطربين اثنين يعملون ديو هل ممكن بيغني واحدة ملحنين يلحنوها لا صعب ليش لا أنا جربت هذا ما بحب أجيب سيرته زين يعني جربت عمل كانت لسيدة ماجدة رومي ولكن ما بحب هذا الفكر لأنه الملحن بده مكانه بده راحته بده إحساسه ملحن وموزع هذا أوكي لازم ولكن نفس الكلام وملحنين يلحنون صعب؟ لا بالنسبة إلي لا أكثر شاعر تعاملت معه من بغداد؟ من عراق طبعا أستاذ كريم العراقي الله يرحمه الله يرحمه وضياء الميالي هم الاثنين أكثر قريبة على قلبي بحب شعرهم كلماتهم تحب نفس من بالشعر أكثر ضياء الميالي ولا كريم على الفصحى تجربتي أكثر من 20 أغاني مع أستاذ كريم العراقي ولكن لا. على الحب وعلى على الستايل الجديد ضياء الميالي وضياء الميالي من 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 أشخاص اللي بحب كل ما تكتب يعني لغيري حتى أنا بتابع أعمالها شنو أبرز أعمالك مع كريم العراقي؟ طبعاً صلاح الدين الأيوبي وقصيدة لدار الزايد شيخ زايد بن النهيان وكمان قصيدة الكردستان وحي رجال البيشمركة وعيدك عيدك كردستان والله كتير وشيخ أول مرة أكلم فيها شيخ شارقة شيخ سلطان كمان من كلمات أستاذ كريم العراقي وكنا فترة الأخير آخر فترة كانت هو مريض كان تكتبني على سيدنا عمر بن الخطاب نعم جميل. كانت بلشت البداية وكتب يعني كلام تاني على أحد رؤساء العرب طرح لي أنا ألحن ولكن لسه الموضوع ما بعرف شو بيصير يعني خير ان شاء الله, إن شاء الله. نسمع شيء للفنان الكبير المياد الحناوي من الحانك ايوه خلينا نسمعها كلمات محمد مهدي جواهري والحاني يلا
اللي دخل على الأغنية موسيقى طويلة. ها ندخل بالأغنية قبل يا شباب. يلا يا مخرجنا كاكو ما تعبناك ويانا. اي هذه لمياد الحناوي. نعم أخذت عليها جائزة أحسن ملحن بمهرجان الإسكندرية. أحسن ملحن عليها. سيدة جميلة، سيدة راقية جدا. اختاروني بعد هذا العمل قصيدة الشهيد لوطن العربي كمان هي غنتها. قلبي لكردستان يهدى الفامه ولقد يجود بأصغريه المعدم. هذه الكلمات الجواهري محمد مهدي الجواهري. محمد مهدي الجواهري نعم ده قصيدة معروفة بالنسبة لكردستان والحمد لله عملت ب 2013 واخذت عليه جائزة الأحسن ملحن بالوطن العربي لأنه كانت صاروخ سموا صاروخ بهذا الجو اللي فيها أغاني خفيفة وهيك رجع بالقوة سيدة ميادة حناوي واللحن الطربي سجلنا بقاهرة مع أستاذ حموجي توزيع أستاذ حموجي صديق العمر وموزع الحياة يعني هو اشتغلت أكثر من 700 ألحان. هاي الأغنية جميلة يعني من مياد الحناوي لكردستان الجميل الفنانة القيمة طبعا الكبيرة طبعا هي هي السيدة عمل عظيمة متكامل. هي من خمسة أهم مطربات بالتاريخ العرب يعني زي سيدة زي يعني سيدة أم كلثوم سيدة نجاة الصغيرة سيدة فيروز سيدة ورد الجزائري سيدة ميادة حناوي هم من خمسة أعظم ما جاي بفن العرب. شلون لقت صدى من غنت لي هنا لإقليم كردستان؟ صدى شلون كان؟ ضجة كبيرة كانت بعالم العربي حتى نعم. يعني أنا لغاية الشهر كان كل يوم بمقابلات كل يوم نعم. كل يوم وهي سيدة راقية جدا جدا بتعامل سيدة محترمة وشغلة بحب أذكر فيها يعني هي سبحان الله يعني عندها طاقة مختلفة. إحنا كنا نسجل هذا أكثر من ساعتين فجأة قال يا أستاذ هالكود امسح كل اللي غنينا قلت له صوتك تروح قال لا 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 غنتها وابدعت فيها يعني أبدعت. هي سيدة وسيدة جميلة جدا بتعامل طبعاً سيدة محترمة راقية تفهم فن ايه؟ الأصيل وبحبها جدا أبعتها تحياتنا. أحلى تحية لسيدة تحياتنا لها. أنت ملحن مبدع أكيد الخريطة استبعدت دلشاد دلشاد سعيد نعم ليش ما ذكرته عند ما سألتي لي أنت ليش ما ذكرته من قلت لك على الملحين هنا في إقليم كردستان لا إلا تاريخ لا كبير لا طبعا هو أستاذ كبير نعم وموسيقار كبير أي ولها تاريخ بصمات هو يدرس برا الآن خارج العراق طبعا موسيقار كبير نعم. أكثر أعماله بتاريخ فترة معينة وزعت أغاني فولكلور كتير نعم. بطريقة جميلة وكونت موسيقى بمنطقة الدهوك ما في حدا يذكر بس احنا لما نتكلم على الموضوع بدهوك عبديت الآن بدهوك أكو بارك باسمه نعم حقه هو حقه وكمان ما تمحطوط بنص الكوارك كبير وبحبه جدا أنا وإنسان محترم هو جدا ولكن احنا كلمنا على تعتبر أستاذك هو؟ أنت تلميذة أم تقول لا هو للون لا 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 أنا ما شفته مرة مرتين ثلاث مرات بحياتي بالمهرجان أوكي. أنا كنت طالب مع فرقة الموسيقية زي. وفرقة الدو كانت موجود بس أحترمها كأستاذي أوكي. بس أنا ما درسني أنا اللي درسني علمني موسيقى أستاذ فريد عيسى دايما أذكر اسمه بالخير أستاذ صلاح روف أستاذ أنو قلداغي هم الأساتذة الأساسي بالنسبة لي جميل. بس طبعا أستاذ فريد عيسى عايش بالسويد أبعثه تحيات جدا الله يطول ما شاء الله هو اللي خمسة سنين ونص عمري قبل أدخل بالمدرسة علمني نوتة الموسيقى ما شاء الله طبعا هو ما أنسى فضله دايما وهو أستاذ جميل جدا 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 تعاملت مع الفنان عبد القهار زخوي طبعا هذا الفنان هذا امبراطور الكبير ريز احترامي هي من زور احب هوايه انا كمان انا بحبه جدا
إنسان هو فنان بكل معنى، شخصياً احترامياً، وفنه وصوته وأخلاقها، هو محترم، محترم عبد القهار محترم جداً، صوت كارثة، صوت كبير، هو من أحسن أصوات جاي بتاريخ الفن الكردي، من أفضل الأصوات اللي جاي بتاريخ الفن الكردي عبد القهار. يعني لو تختار 10 مطربين، 10 مطربين بالتاريخ من بداية لحد اليوم، أنا أختار واحد منهم، فنان جميل وأخي العزيز عبد القهار زاخوي. صوت جميل، عنده كل طاقة، يعني مع طاقة الفنية عنده أخلاق حلو، شخص صوت جميل. جميل وشخص جميل ما شاء الله. بعد من الأصوات الجميلة عندنا هنا في أفلام كردستان؟ ما تدخلني بالمشاكل يا نزار الفارس يا حبيبي، كلكم جميل، كلهم أصوات حلو، كلهم مطربين زين، بس أكيد في زياد أسعد فنان صوت راقي جدا، فنان عنده تاريخ، عندنا ميرا علي غنت أكثر من 300 أعمالي وأعمال صعبة، ميرا علي واحدة من أحسن أصوات. غنى لي صلاح الدين، غنت لي صلاح الدين الأيوبي، وغنت لي شيخ زايد، ولمحمد بن زايد، وغنت لي زعيم الكردي الكبير ولا مصطفى البارزاني، غنت بكتير لغات بالكردي بالعربي. خلي أنا وياك المشاهدين اليوم نطربهم، خلي نسمع فنان ميرا علي غنى شيء لصلاح الدين الأيوبي. صح، وإحنا خاصة بهذه الفترة تحديدا جدا محتاجين، مو صلاح الدين الأيوبي، نص صلاح الدين الأيوبي، احنا محتاجين فعلا، محتاجين واحد مثل بطل عظيم مثل صلاح الدين الأيوبي، واحنا نفتخر فيها، هو شخص كردي، القائد الكردي، القائد الوحيد حرر القدس. احنا عشان هيك نفتخر بصلاح الدين طبعا الأيوبي، طبعا كلتنا نفتخر فيها، نفتخر به جدا. عشان هيك انا طلبت من الأستاذ كريم العراقي، كريم العراقي كتب أجمل ما يكون في حياته، الشاعر الكبير كريم العراقي كتب انشوده بحق صلاح الدين الأيوبي، أنشدها ميرا علي. إحنا كنا نفتخر بالقائد العظيم صلاح الدين الأيوبي، طبعاً وإن شاء الله يطلع لنا قائد ثاني يحرر فلسطين إن شاء الله في أقرب وقت. الله يحرر كل المظلومين، يعني آمين. يعني هو قائد كبير بتاريخ الإسلامي وتاريخ الشرق الأوسط أكيد، وأنا حباً لها عملت لحنت. هذا خلي العمل نسمع ونشاهد لا يمكن نخرجنا فيها. يلا خلي نشوف ونسمع. كاتبة كريم العراقي الله يرحمه. أستاذ كريم العراقي شخص متفاهم ومثقف، ما عنده تعصب نهائي أكيد. الله محتاجين لنص صلاح الدين الأيوبي. ميرا كذلك صوت جميل جدا، طرب زين وعنده أداء مميز. جدنا التاريخ عن بطل من الماضي، له في جيلنا أثر وفي أجيالنا التي أيوبي كردي تخطى عصره بسنين، حدود الله يعرفها وما تجار باسم الدين. غناها ميرا علي نعم لصلاح الدين الأيوبي من نعم. كلمات الله يرحمه، الله يرحمه، شعر الكبير كريم العراقي. حلوة حلوة الحانة. أنا بصراحة حب حدا يكتب على كريم العراقي اللي خدم فن بالعراق وبالكردستان كمان. نعمل أغنية خاص لأستاذ كريم العراقي، وأتمنى أبعد تحياتي لأستاذ ضياء الميالي، لأنه أستاذ كريم من محبين لكلمات ضياء الميالي. نريد من الشاعر الكبير، نطالب من ضياء الميالي يكتب أغنية لكريم العراقي. صح، لأنه حقا نذكره كل سنة، أنا مستعد ألحنه وأنتج العمل بحيث كريم عراقي تكون إحنا وراها وإحنا نحبها، يحتاج. يعني مش بس الوقت اللي كان هو عايش وتعاملنا معها، لا لازم نذكره كل سنة وفي أغنية إلها خاص. إن شاء الله الشاعر الكبير ذا الميالي ضروري يكتب لنا شيء على كريم عراقي، تكون من إنتاجك ها.
أنا بعمل خلص. تحياتنا لضيال ميالي والله يرحم الكبير كريم العراقي. ما تحب تلحن لكاظم الساهر؟ أنا بحب ألحن لأي اللي مطرب واللي يشتغلون بمجال الفن سواء كان الكردي ولا عربي ولا أي لغة تانية. كأستاذ كاظم صاهر من مطربين ناجحين واسم كبير هو ملحن ناجح. يعني أنا كشخصي معجب فيها أكثر من تلحينه حتى صوته. أنت معجب بصوت أكثر من تلحينه؟ لا أنا معجب بألحانه أكثر من صوته. احنا عندنا مهند محسن صوت جميل وملحن جميل كذلك على ذكر كاظم الساهر صوت جميل وملحن جميل طبعا. انت تحب تسمع كملحن كردي صوت مهند محسن ام كاظم الساهر؟ موضوع الصوت مختلف بالنسبة لي. انا صوت اللي بحب فيها احساس شديد يعني احساس حار. يعني انا من اسلوبي من طبعي بحب صوت ماجد مهندس كصوت فنان ماجد مهندس من الأصوات اللي قريبة على قلبي ولكن لما تتكلم عن موضوع التلحين أستاذ كاظم الصاهر ذكي جدا بالتلحين أعماله راقية جدا جدا ألحانه كتير حلوة. وأنا أحب أذكر بحب أعمال أي أغنية تحب ياسر عبد الوهاب أنا بحبه ياسر أعماله كتير ياسر. ناجحة صوته حلو ألحانه حلوة أي أغنية تحب الكاظم؟ أكتر أعمال اللي بحبه لأستاذ كاظم صاهر أشهد أن امرأة وزيديني وفي أغنية كنت تحب أنت تلحن زيديني عشقا؟ طبعا زيديني عشقا من علامات طبعا علامة يعني اللحن جميل جدا وراقي بس أشهد أن امرأة اللحن قوي جدا أقوى من زيديني أقوى من زيديني عشقا بالنسبة إلي كلحن أشهد أنت لو لحنك كنت لحن نفسها الطريقة الروحية لم كان بعرف أنا هذا السكة لحنت وعملت بس طبعا كل واحد لها بصمة خاص بها. يعني كل مثلا أستاذ كاظم صاير عنده عمل خليجي ليت البيت العنا بيت العنا كتير من ألحان اللي بحبها كتير ألحان ناجح جدا وستايل مختلف وعنده لأشكي ليمين كتير حلو أغنية مصرية جدا حلو نعم اغسل بالبرد كمان عنده أعمال راقية أكيد بلا شك ان شاء الله القادم اجمل. شنو جديدك ما مصطفى؟ شنو جديدي؟ عندي كذا عمل جديده هلا على الاتصال مع استاذ فضل شاكر على اغنيه كتب استاذ ضياء الميالي باللهجه المصريه لسه بالبداية العمل في مفاوضات بيناتنا تغيير اللحن وكلمات او شيء هيك وعندي مع مطربين الأكراد عندي الفنان الجميل عبد القاهر زاخوي عمل جديد جميل وعندي جميل. للمطرب الجديدة اسمها لافين نوري وقدمت للميا كردية غير الميا جمال طبعا أنت ما سألتيني سؤال أنا صوت اللي بعشقها بعشقها يعني عشق لميا جمال لميا جمال انا بعشق صوت لميا جمال لميا جمال اعتبر هي التونسية الكبيرة تونسية. صوت كبير غنت وابدعت بي ذا فويس يعني هي غنت اكثر تقريبا 6-7 من اغاني الحاني وسجلت اكثر من 50 اغاني الكلاسيك مال ام كلثوم وسيده ورد وسيده نجاة وفيروز ومياد الحناوي كلهم ولكن هي صوت تملك كل شيء. لما اللي سألتك عن الفنانات الكرديات لذلك ما سألتك عن لميا لأن سألتك عن الفنانات الكرديات أما فنانات العرب أكيد لميا جمال في القلب. أعمال جديدة كمان عندي أغنية ديو لميرا علي وعدنان تيمور وآخر عملي كانت مع مطرب شاب جديد كمان لوران محمد وبشير آزاد كل واحد بالتوفيق. سينجل بفكرة جديدة مع فنانة الكبيرة ليلى فريقي نبحث عن كلام جديد وعمل أغنية جديدة مع تارا رسول. أنا أعمالي كثيرة مش عمل واحدة وعملين جميل. عندي نشيد رسمي لمدينة زاخو كرة المباريات رمز قدمت من قبل من لأربيل وفي عروض من نوادي العراقية كمان لسه بالمفاوضات يعني. الله يوفقك نورتنا شرفتنا خوش حال بوم. كلمة أخيرة لجمهورك اللي شاهدك حاليا ماذا تقول له يا مرحبا يا كبير؟
أول شيء أشكر حضرتك. نعم. حضرتك إنسان راقي جميل جدا، بحبك أنا جدا جدا، عزيز على قلبي. شكرا. شكرا لهذا اللقاء الجميل. وهالمرة شون ما كان كنت لطيف معايا، أشكرك يعني هالمرة. يعني اليوم كنت لطيف. هالمرة كانت. شكرا للنزال لطيف. أنا مو دائما لطيف تدري فيها. أبعد تحياتي للجمهور ولهذا الشاشة الجميلة اللي شوفنا. نعم. بكورديش دلهم سباس بو جنابت تو برايك عزيز خوشويسي سباس بو همو أو برايزاني كلا شاشي ديجلو سائمة دبينن بو جمهوري كردستان هوادارم كردستان وعراق ميشا آرام بي ومنطقي ولاتكاني كش همو يبقى آرامي بيت إن شاء الله أشتي رولا مالي همو نجتماني همو لأكمام رجع احترامتها زور دور سباس ما مصدقكم دور سباس تحياتي لك أشكره جدا أشكركم وأشكر كل من يشاهدنا أنا كذلك أشكره وأشكركم أحبكم نزال الفارس إلى الملتقى حياكم الله.